السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ماذا يفعل الحاضرون للميت حال الاحتضار؟ إذا كان الرجل في حال الاحتضار فعلى من حضر عنده عدة أمور. أولاً، أول حاجة أن يلقنوه الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد أن تذكروا من حضره الموت بلا إله إلا الله. ليه؟ فتكون آخر كلامه، وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل موته لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثاني حاجة أن يدعو له ولا يقول إلا خيرا. فعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. طيب، كتير من الناس بنشوفهم يقرأوا سورة ياسين عند المحتضر وتوجيه نحو القبلة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما قراءة سورة ياسين عند وتوجيه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن مسيب توجيهه إليها وقال: أليس الميت امرأ مسلم؟ وعن زرع بن عبد الرحمن أنه شاهد سعيد بن مسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأقفاق، فقال: حولتم فراشي؟ فقال: نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. طب هل تلقين المحتضر يكون بالأمر أم باللطف؟ معنى التلقين يا جماعة هو التذكير بالشهادة، وأن يكون يجب أن يكون التلقين بإيه؟ بكل رحمة وفي لطف. فإذا نطق الشهادة فلا يقرر عليه لألا يضجر ويتكلم بكلام آخر، كلام آخر لا ينبغي فيختم له به، وإذا قالها مرة لا يقرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر فيعاد تلقينه لتقول لا إله إلا الله آخر كلام. وهناك رأي آخر لأهل العلم أنه يجوز أن يقول له بصيغة الأمر قل لا إله إلا الله، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره وعدم أمر بها حتى لا يضجر. والصحيح جواز الأمر لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجل من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله، وأنتم قولوا لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا جميعا على لا إله إلا الله. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.